والله العظيم والله العظيم مدرسة علي. مدرسة اقول زوجي والله يا صار علي ودي انا اتعب ولا انت تتعب يا صار علي اسبوع الله لا يبلى انا الحمد لله يا اخواني بيت ما به مره ما بيت مره اي والله عندنا ورعينا صغيرين ايه واراد الله على هلا صار عندهم تنويم يعني طاري خفيف ايه وحندي ورعينا اللي بالاولى واللي بالثانيه واللي بالثالثه يبون شناطهم ويبون من يصلح لهم ومن يفطرهم والله هاك اليوم بس احضر وش عندي قاموا العيال ويجيبه وين شناطنا قلت والله ما ادري عند امكم وانا الدوسيات وانا الملابس قلت عند امكم بسم الله الرحمن الرحيم المهم يوم اني قمت له والله ما ادري وين العلاقيات والاقلام وملابسهم احد بنطلون واحد ثوب واحد اي والله المهم علي قيامها كل يوم قلت يا عيالي اليوم ايه ما يحبال سوى اليوم ان شاء الله استراحه قالوا والله يجزاك خير امنا وين قلت امك ان شاء الله يوم وين وتجي جاء اليوم الثاني لاني متولم ومتحيزم اجي ادور الشناط ادور الملابس ادور الاقلام والمساحات هذه حقتها وضع صعب المهم ثلاثة ايام الله يدفع البلاء علي قيامه وقلت تبوني اعلمكم يا عيالي هذا اول اسبوع هذا الحمد لله استراحه منين من الملأ قلت الحمد لله الله اللي جاء والله يا اخواني اني ما شفناها الا عيوننا خضر يوم شفنا الكلب انا اسبق العيال على الاهل يوم انهم طلعوا من المستشفى فالاهل يا اخواني تراهم يتعبون ليل ونهار والله يقومون بشيء الله يجزاهم ما يقوم الانسان الرجل مقامه جعل الله فيه طريق النساء يفعلن الشيء ما يفعلن الرجال والرجال يفعلون شيء لهم ما يفعلنها النساء وهكذا الله سبحانه وتعالى خلق خلقه وقسم ارزاقه واعماله عندنا قصه يا اخوان سنتبون نجيبه ولا نستنظر من ابو صالح راي انا اذكر عشان اجيب لك قصتك ابو صالح اي انا اذكر كان اول ولدين عندي راشد وفهد اي وماخذ انا راشد للمستشفى اي وحامل بعد يا ابو عبد الرحمن وعندي بزرين وديها مستشفى شميسي إيه منو ما في إلا شميس منو قرب للولادة أنا على أساس أنها مراجعة قالوا وين رايح أنت بتولدين تنويم يلا وزارين معي في السيارة أحاول إيه والله تولد يا أبو صالح قالوا ما تطلعين وأخذهم البيت يلا يا إبراهيم حفظ وغسل والله اشتغلت شغل ذاك اليوم قيام إيه قلبت ست بيتك أبو محمد ست بيت إيه والله وهذه حالات صارت معي كثيرة صراحة بس انا يا اخي متعة عيالك يعني عيالك اي والله يا يعني نقول المراه تتعب لها دور مثل ما قال ابو صالح لها دور كبير في البيت وايضا الرجل ترى يتعب من الضغوط الخارجيه يا ما والله تسلفت زوجتي ما تدري يا ما اجيب لهم اشياء صحيح ولحقني ديون والله ما يدرون لا زوجتي ولا عيالي صحيح وتعبت وسددت ويا ما سافرت ويا ما تعبت ويا ما جتني ضغوط ماديه يمكن كلكم جاكم مثل كذا الله الله المره تبي والعيال يبون وكلهم نوفر لهم كلش ونجيب لهم كلش من اجل انهم يكونوا مرتاحين ولا احب انا اعلم المراه بشيء. اي لاني ما ابغاها تنضغط انا خلني الضغط علي انا الخارجي ولا ابغاها تنضغط خليها هي في البيت بلا والله وفيه سمي ابو صالح ايش تقول؟ احتر شوي الجو ليش؟ شمس فوق ها؟ شمس عندك طاقه تقول الخيمه بارده ذي لا اخذ طاقه بس نجيب القصه يا اخواني من اولها حراره المرقوق هذا جاب لنا حراره المرقوق والفلفل ثاني مره جيبه من ابس